السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين في سباق كبير جدا في الذكاء الاصطناعي بين الشركات العملاقة وخصوصا مايكروسوفت وجوجل، ودلوقتي الفيسبوك دخلت واحنا كنا متوقعين ندخلها من زمان. عاملين حاجة اسمها ايمج بايند. ده ميزته في ايه بقى؟ ان الذكاء الاصطناعي اللي فيه هو اول نموذج للذكاء الاصطناعي قادر ان هو ياخد المعلومات من النصوص التكست ومن الصور ومن الفيديوهات ومن الصوت ومن ال 3D ومن اجهزه الاستشعار. كل المعلومات دي يقدر ان هو ياخدها ويقدر ان هو يتعامل معاها. يعني ممكن تديله صور، ممكن تديله فيديوهات ويبدا ان هو يتعاون معاها، ممكن تديله صوت ويبدا ان هو يتفاعل معاها ويبدا ان هو يحول الصوت ده مثلا لصور يكون لك منها صور. ممكن تديله مثلا صوره وصوت ويبدا ان هو يعمل لك حاجه 3D. فدي حاجه قويه جدا، لسه الفيسبوك بتاعنا عنها ولسه مش متاح لنا ان احنا نجربها، لكن هي بدات تبدا تنزلها في المنتجات بتاعتها. فكده نقدر نقول ان الفيسبوك دخلت السباق بقوه، وطبعا دي حاجه كويسه ان وجود اكتر من التنافس ده مفيد لكل الاطراف. يعني